نعم، هذه الزيارة وهي الثالثة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تأتي لتأكيد الموقف الأمريكي الثابت الداعم لأوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية. الولايات المتحدة أيضا ترغب بتأكيد دعمها المستمر لعمليات الهجوم المضاد التي بدأتها أوكرانيا قبل نحو 3 أشهر، وتحاول الولايات المتحدة من خلال الدعم المادي والعسكري أن تساعد الأوكرانيين في تحقيق أكبر قدر من التقدم قبل حلول الشتاء، لأن في فترة الشتاء ستكون عمليات التقدم العسكري أكثر صعوبة بسبب تراكم الثلوج وظروف المناخ في تلك المنطقة. ولذلك الولايات المتحدة ترغب من خلال هذه الزيارة تقديم الدعم لأوكرانيا، وأيضا حث الدول المجاورة لأوكرانيا ودول العالم على تقديم هذا الدعم. وهذا يمكن استشفافه من المكالمات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مع نظرائه في الدنمارك وفي بولندا ودول أخرى في المنطقة خلال وجوده في أوكرانيا، وذلك لحثهم على تقديم المزيد من الدعم المادي والمعنوي والمالي لأوكرانيا. نعم. وتجدر الإشارة إلى أن هناك توقعات بأن يتم الإعلان عن مساعدات أمريكية لأوكرانيا بقيمة تتجاوز المليار دولار أمريكي، وسوف يتم الإعلان عن ذلك لربما يوم غد عند لقاء وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس فلاديمير زيلينسكي. نعم سهيل، بعض وسائل الإعلام الأمريكية علقت على الهجوم المضاد الأوكراني ووصفته بأنه لم يحقق النتائج المرجوة. هل هناك أي تعليقات من الأجهزة الرسمية حول نتائج الهجوم المضاد؟ لا يوجد رد فعل رسمي من قبل الجانب الأمريكي، ولكن ما يمكن أن تقوله الولايات المتحدة هو عدم تحقيق القوات الروسية لأهدافها في أوكرانيا يعتبر انتصارا، وعدم قدرة روسيا على حسم هذه المعارك التي الآن بدأت في دخولها العام الثالث، يعني أن روسيا غير قادرة على حسم هذه المعركة لصالحها في وقت وجيز كما كانت تدعي منذ البداية. واستمرار الدعم الأمريكي والدولي واستمرار العقوبات المفروضة على روسيا يعتبران من أحد العوامل، من أبرز العوامل التي تساهم في تشجيع الأوكرانيين على حماية أنفسهم وأراضيهم من هذا الغزو الروسي. وبالتالي هذا ما تحاول الولايات المتحدة التأكيد عليه من خلال هذه الزيارة. نعم، أيضا هذا المبلغ المادي أو الدعم المادي الذي تم إقراره بالإضافة إلى الأسلحة، إلى أي مدى يجد قبول لدى الأوساط إن كانت السياسية أو العسكرية؟ نعم، في الولايات المتحدة وبشكل خاص من الجانب الجمهوري بدأ هناك نوع من التململ حيال الدعم العسكري الغير مشروط والمنفتح تماما على أوكرانيا، وبدأ بعض الجمهوريين يرون أن هذا الدعم يضر بالمصالح الأمريكية الداخلية، ولذلك يجب أن يكون هناك موقف مغاير من الولايات المتحدة حيال أوكرانيا. ولكن الجانب الديمقراطي والجانب الذي يمكن أن نعتبره الجانب الرسمي في الولايات المتحدة، يعني سواء ديمقراطي أو جانب الرسمي حتى في الكونغرس الأمريكي، هو الجانب الداعم لأوكرانيا سواء عسكريا أو ماليا ضد التوغل الروسي في الأراضي الأوكرانية. نعم. فالولايات المتحدة بشكل عام لا تريد لدولة ديمقراطية حليفة للولايات المتحدة أن ترضخ للغزو الروسي وتصبح جزءا من التكتل الروسي الذي يعتبر من أبرز خصوم الولايات المتحدة. سهيل الشاعر مراسل غد من واشنطن، شكرا لك.